السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. وتنمو به اشواقه وتجدد، فهيا احيي بابي بمدح محمد نبي له في حضرة القدس مقعد. لواء المعالي في يديه، وفي غد عليه لواء الحمد في الحشر يعقد. نبي له في ذروة العز مركز، ومفخره بين النبينا أتلد. نبي على غضب السماء مضيئة، شموس هدى تشهد. نبي عظيم لا يزال مسيدا، له المجد يعزى والمفاخر تسند. وما هو إلا روضة ذات بهجة عليها طيور المعجزات تغرد، ومن أيه جبريل يأتيه ظاهرا وينزل من جو السماء ويقعد. وظلته من حر النهار غمامة، وكلمه ذئب وضب وجلمد. لقد وسع الأغوام خلقا كأنها حدائق أو ماء ذلال مبرد. يفيض ولا يخشى صغارا وفاغة، إذا جعلت أيدي المفيضين ترعد. أحاديثه في كل دهر كأنها بعلياه عقد بالآلي منضد. حليم عظيم أروع
ومروع له في مساء الفضل آي مؤبد صراط سوي لا يضر ظلامة متى تليت أحكامه وهي تحمد وإن أبا أمر في العباد مشدد لدى بابه تيسير ما يتشدد زممت حياة لا تزور ضريحه وتلثم غبرا نوره يتوقد وبكرا وفاروقا وفاطمة التي لمفخرها كل المفاخر تسجد أيدركني ضيم وإني بمدحه ألوز وحبي فيه وهو مؤكد أيدركني ضيم وإني بمدحه ألوز وحبي فيه وهو مؤكد